الخطوة النضالية اللي دعت لها التنسيقية الوطنية للأسد اللي فوض عليهم التعاقد تأتي في سياق تجديد المطالب ديالنا والاستمرارية في المعركة النضالية المفتوحة على أرضية الإدماج والإسقاط الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد، كذلك بغية إثبات الوزارة الوصية أن الحملة الاقتطاعات والحملة المتابعات القضائية في حق مجموعة من المنسقين والحملة ديال الاقتطاعات الغير القانونية والغير المشروعة اللي كطال الأجور ديال الأساتذة والأستاذات لن تثني مع المواصلة ديال النضال ديالهم على أرضية المطالب العالية والمشروعة ألا وهي إدماج الأساك الوظيفة العمومية. كذلك نؤكد على أن الخيار ديال التعاقد أو التوظيف الصيغة ديال التوظيف التعاقد هي صيغة هشة وغير سليمة، وأثبتت وتثبت للمرة الألف أن هذا الخيار لا يمكن أن يكون أي خيارا يعني في الوظيفة العمومية وفي المدارس العمومية على اعتبار أنها قطاع حيوي. إذا المعركة مستمرة على أرضية الإدماج أسلاك الوظيفة العمومية. تحية نضالية للجميع من داخل التنسيقية الوطنية الأسد الذين فرض عليهم التعاقد، معكم الأستاذ حميد الحواصلي المنسق الوطني لمديرية تونس. يعني كما هو معلوم يأتي شكلنا النضالي هذا كاستمرارية في الأشكالية النضالية التي تقودها التنسيقية الوطنية الأسد الذين فرض عليهم التعاقد. يعني البرنامج النضالي اللي دعاله البيان الوطني 31 أكتوبر إضراب وطني يعني على الصعيد الوطني 1-2-3 مرفوق بمسيرات إقليمية وجهوية حسب خصوصية كل جهة، يعني كاستمرار في المطالبة والمطلب ديالنا الأساسي اللي هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والتنديد يعني خصوصا بالاقتطاعات الظالمة والسارقة الموصوفة التي تمارسها الأكاديميات الجهوية يعني في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يعني في ضرب صارخ لكل الحقوق المكفولة يعني دستوريا في الدستور 2011 الذي يعتبر بأن الإضراب هو حق من حقوق الشغيلة للدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة. لذلك فنحن نطالب الأكاديمية عن الكشف عن حسابات يعني الأساتذة، لأننا نحن نعتقد بأن الإضرابات الاقتطاعات تجاوزت عدد أيام الإضراب وتحولت إلى سرقات موصوفة، وبالتالي هذا الامر هذا فهو امر غير اخلاقي بالبت والمطلق، يعني سرقه عرق موظف يعني موظف بعرق الجبين ديالو يضرب فيه تماره يتم السرقه ديالو من طرف الاكاديميه، هذا الشيء غير مرفوض، بالاضافه الى كل المطالب التي لا زالت عالقه وكل التكالبات التي تمارسها الوزاره يعني من قبل تملص من الحوار وتملص من اعطاء المسؤوليه، وبالتالي فراه المسؤول على ضياع كما يقول ضياع زمن التعلم بالنسبه للمتعلمين راه ماشي الاساتذه بقدر ما هي الوزاره، لا سواء في علاقتها بالاساتذه المفروض عليهم التعاقد ولا سواء يعني من داخل المنظومه الاساتذه النظاميين من داخل منظومه التعليم هي تم تخريبها مجموعه من المخططات الطبقيه اللي الهدف ديالها في الاول والاخير هو خصوصات التعليم العمومي وخصوصات الوظيفه العموميه. وتحيه نضاليه لك. تزامنا ومجموعه من الاحداث ومجموعه من المشاكل التي يعيشها الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد في ربع هذا الوطن الجريح، رغم يعني محاولتهم التأقلم في الكثير من المناسبات، يعني الدولة أبت إلا أن تخوض هجومها من جديد، وذلك باستدعاءات كيدية ومتابعات كيدية لمجموعة من المناضلين اللي حنايا نعلن تضامن ديالنا نبداي ولا مشروط مع زملائنا، ونؤكد على أننا مستمرون في معركتنا النضالية من أجل تحقيق مطالبنا، وهذه المطالب اللي في أولها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وضمن النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، كذلك نؤكد على أن جميع المطالب التي نطالب بها، ثانيا وقف هذه السرقة الموصوفة اللي كنقولوا عليها اللي هي بدون مجيب حق هذا الوزارة تتجه إلى تفقير هذا الأستاذ، تفقير هذا الأستاذ اللي معول عليه أنه يكون هو القاطرة ديال أي تنمية مترجات وأي يعني نمو مرجو في هذا الوطن الجارح، ولكن للأسف الشديد الدولة تهاجم على هذا على الأساتذة ويعني وتقضي على حقوقهم. بينا على أننا قد نضحيو في سبيل أبناء الشعب، ولكن الدولة كالمعتاد هي كتخلى على جميع الحقوق ديالها وكتملص من المسؤوليات ديالها، والمخاطب هنا وزارة الداخلية وزارة التربية الوطنية، لأن هذا الإشكال ديال أننا ولينا كنثقوا في أشخاص غريبي غرباء على هذا الميدان هما اللي كنطلقوا منهم معلومات، لا يعقل أن دي فو كونت من الفيسبوك هما اللي كيخبروا الأساتذة ولاو منابر موثوق فيها، عوض أن نكون دولة مؤسسة تتعامل بالبيانات وتتعامل بالخرجات الإعلامية والصحفية الرسمية اللي كتبناها الوزارة. الحقوق ديالنا عباد الله راه حنايا في 4 سنين
حتى حاجه ما جبناهاش، حتى حاجه ما جبناهاش. هذا النظام الاساسي اللي كيهضروا عليه ما هو الا غلاف للتعاقد المشؤوم. لان هنا انا كنعطيه واحد التشبيه ديال ان هذه زريبه وهذه الانظمه هو بمثابه سياج، بمثابه سياج، على اننا فعلا بغاو يستعبدوا هاد الاساتذه ووضعوا لهم سياج تحت مسمى النظام الاساسي لاطر وموظفي الاكاديميات.